بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيتما تنتسمتين غديت ما قال لوانا كي دخلت مورت الغرفة صلاة ما ربي دم فيها في اللون هكا كيتو زلادة دايما تغاد ديال الدورت أر نوفانون تدويتون تشرعيت إدي تاعتين مطافوس أربعة التلفزيون أغناو الزيرين إيش قردش إيش قسينون إيش تشقام ستاولات أكويت يعني داني غي سفراح نقطس مدام المشايخ النار أو كد الأساتذة النار الدكاترة النار تكنفوت أم قران لعناية إيواجي باش درن الوجاب أي نفعن وين يدي شقان سقسيكي أو كد وين يكتفرن النوفا يكي إنو في الحرمة النار تدول تاكي بوساكي الشيخ عبد الرحمن بوربيا أنشوف فيسك مرح فيسك بارك الله فيك والسلام عليكم الحاج. والسنة قيم يعد واسمي كثير بس أقل أغلان أختي معنى أس يتحتفن ديك سيخدة من دوني ثاكويت ولو ينرفد الماريكاني دي نرفا كشكوة سلفوت من 187 ولكن دين يكشف حن يكسن فحن يجيناك ويخدم دونيث الساقين تاوين ديك صراحة نسن ديك أفين يكشف حمليح تاقونيت ثورم باش هاد مسلاي أف إزرفان يخدمن يعني أن نحكم أفو خدم تانيا إلا قال أنتم أخدم أو تمو غلي تشرعي تمو غلي تنسلمت الإسلام أرو خدم سوالم زوارو الشيخ عبد الرحمن أشو أم هيك تمو نقول يتم يقول شرعي يتم يقول الإسلام أرخدي هذا جين إذن الساس أنفدوسيس أم بعد نور سؤالة نيط بارك الله فيك الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أولاد نكون يدن كمل فواليك إن شاء الله عاد نشكرك وقذي كي عاد يسوالا وقذي يعني دي تشكيرا سدو التقي أما داخل تمورث أما ذي فارة تمورث عرفنا أنه يعني كل أمكان يعني سالخصوص يعني ذي لوروب يعني أما فرنسا خارسوم فرنسا خارسوم فرنسا حتى تصي يعني دي تشكاني لقى دنيني يعني نيلان وإن شاء الله نكون دائما ندعو ربي سبحانه يوكنا دي فكل إخلاص وقي إذا مزوارو إخلاص يعني ذي نية تقي النية كي قيس نقاط النية سواء سواء نكون نقاس النية إن شاء الله وتزمث الحج وغادي فكر بثاني أسي سيغو زيف ذي العمريس يتدول تاقي خطر كل شيء بيد الله سبحانه إذا وقي كان يكون أغلب يوقع ذاكي كل يعني عندي تشكر وكنا ربي نسأل هاد يستجف دعوة نسم دعوة النا إن شاء الله نصح الحج نكون يعني تدول تاقي مدام تشرع أدولي أدفك سموغلي سموغلي أفو خديم أميه يعني اسمي ديوس الإسلام أميه كوالا الخدمة شو دينا فلاس وربي سبحانه ذو قواليس ذي القرآن الكريم شير اللايات يعني إدي هضرا أف الخدمة ونفي وشفيح إلا يخدم ولا أميه لا يتوصي أف الخدمة أميه لقد أتي سنقم يعني أخدم أفنشك إن شاء الله هنولي ثم زواروس أدنولي وثل الآية نعص ناس ثم زواروس الناند العلماء الحاجة ربي ميدي هضرا فتظلتني الجمعة تظلت الجمعة تظلت يعني كسعنا الزلم قرآن ديننا وكي يعني ولاش وين يعني أي خلفين قوانش تاقي يقارد ما يلا قلي كذا ذي الخدمة تسجد تروح وتظلل ولكن رغم ذلك إن ذي الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ربي ناد ما تكفو تظلت الجمعة روح تخدم ولكن مليح رغم يقارد يعني فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني حبس نقني وقذا قدم الفيع والشرع هذا هو ولكن في غادي نير يعني سملي لربي جار تصلي وقذ الخدمة فقي وقذ الحاجة مجول فغادي نير يعني انسلم من الصح لقد يفهم بلي تصلي تلحو وقذ الخدمة تزور الله تحط خدمة وقبل أتظلل أتيرضي الخدمة لا خدام لا خدام سكيت سموغني ثم زواروث هضرنا تص إموسنا ونفلس نندق طار اسم لا ربي يا العبادة ثم قرات تظلتنا الجمعة وقال
الخدمه. اما من بعد اما وقفل وقفل يهضر دا في الفيع وقت الشرق، من بعد يند روح القاعه خدمم، روح اوي مديني اوي تفكير، يعني انتشروا كل واحد يروح يقول من كام يقول من ضيق، يقول الذي يروح التجاره، يقول الذي يروح الفلاح، يقول الذي يروح هذيك يقول الذي يروح البيرو، كل يوم ينتشروا الانتشار. تيس الآية تيس قد كذلك رب سبحانه، دي الآية يعني المعروفة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني ربي قرد الحمى في القاعة، ربي يرات دليل. شو المعنى دليل؟ يعني يرات نزمن الحفلاس، نزمن نفنو فلاس، نزمن ان يعني نزو ذيس، نزمن ان سكفل ان شمر داخل اعماق الارض، هذا نكسيني لان الخير تولى طويلة مدى نبضان البترول تكسيتين في القاعة والزل في القاعة لا 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 يعني الغاز كل شيء، يعني الخيرات من القاعة. وربي قرد القاعة يجي يلت في خدمتنا، سخرها سخرتين يوكلت نخدم. إذا ربي سبحانه دي قوت غيمي مال وتجمع القاعة كنين في قالك يجي ثورة بلونش خدمت خدمت تجي الآيات سنثن الآيات لكن الآية ثانية ضرب سبحانه كذلك كان دي قار يعني وقد يخدمن خدمة الهن أربث أثني جازي سنيفك يعني الأجر العظيم ودي بريس زينا شو الخدمة يجي المهم لقي المصلحة لأن أنت لقي المنفعة. أتصن الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات لمسنون سي تو سي كلش، والخدمة العبادة كان ولي شوية كاكي وكي ذا مزوالو تيسنث الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى ديني اتصن الاحاديث في الخدمه، ولما الى الخدمه مش طوحه كاكي كان وتح قرار الخدمه يبس الى قيمه كاكي والصحابه وقال الحديث طويل مقر مثل نختصر حديث كاكي صحيح اني النبي صلى الله عليه وسلم يعدد كاكي والصحابه ولن يون ركز سعى القوه سعى الجهد يعني فسني سكاكي الله يبارك قال ما شاء الله اشو سنة ننس يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله يعني فانا دينين وكان يفغ ذي الغزوات اني خدم انير كل امكي اذي سب الامانيس يعني اغور السندوقي كان في سبيل الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني سقم ثموغلين الخدمة اشو سنين انيس فقال رسول الله ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله انيس ميلي روح يخدم في الدرية ينس يمشطح اثن في سبيل الله يبعثني ذي العبادة الخدمة اني أخطر يروح يوكنا دياوي القوث إدار ينس يوث إنياس ما اللي يفر لعف ذاقي يوكنا ذي خدم إنياس أف أبوين شيخين كبيرين عاجزين ما يفر يوكنا ذي خدم أف مولانيس أف ذاذ سوق ذي ماس ذي مقرحان إن عاجزين إنياس في سبيل الله ذي الخدمة ثقيق حمل ربي سبحانه إنياس فإن خرج في ثلاثة إنياس يريد أن يعف نفسه يوكن هذه زميري مانيس هذه خدمة خامي مانيس يوكن هذه هكي يوكن هذه زوج إنيس في سبيل الله إنيس ثاني خدم يعني الحاجة يكحمل ربي يطاس يوريزن ذقيون الحادثة الحاج إن درس صلى الله عليه وسلم ولكن مليح يوكن أديني الخدمة ولا ما يلغز كاتن يردونيث إلا قاتك المضل خدمني البورتو قاد العلماء لانترينس المصلحينس ما يكون تنسوا ضارة إن ذي الحديث إن قامت الساعة ما يلثن يردوني وبيد أحدكم فسيلة فسيلة يوثن شجرة تسمار شجرة تسمار الحاج يوكد فيك السمرة إلى قص ومينيموم ديزون 10 سنين يعني طاس إن يكفوسيس يعني شجرة يجي يزمر أتزو ولا ما إلا قامت القيامة خلينا كلك سكوند أتزو يفاديني الرسول صلى الله عليه وسلم أغورنا الخدمة يقيس على الأجر ما كان الثمراني ما زالوا يذكرها إلا أكثر من الحديث هكي يعني يفاديني النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر في المصلحة ينس أخدم أخدم وإلا سيدنا عمر بن الخطاب بن والى الصحابة ما ولينا كي ما يوليون يفكسر بالقوة الصحة إني أسني نشو يخدم ما سنين يخدم أنا إنك يغلي يقاس يغلي قولني يغلي قولني ولي سقط في عيني يعني يغلي خلاص أمين يفك لداخل الجامعة أمين يكسب الناس من بعد لو يسقسات معلش يسقسات نعم يسقسات هو يخدم فيلاك الناس اللي يما الناس مثلا لجر النيو كلي بوث يماش أخطر مني ماشي تصالي تاك دياوين الماكلة وقي تسلثة يعني نفاش تاك ولاش يون النبي الحج إديش قاربي إلا يخدم ولاش
كلهم كانوا يعملون. أدنفك الأمثلة، سيدنا إدريس عليه السلام إلا يتخضي خياطا، لا يتخضي ويون. سيدنا نوح يدوسنا بري إدريس، سيدنا نوح عليه السلام لأن العلماء قال كان نجارا، إذا يخدم يعني الوزي ذا من وزي يعني أفريق فينا داير ومقارن السفينة ني خاطر إلا سال خبرة سال اون إكسبيريونس. أمش سيدنا زكريا إلا نجارا كذلك، سيدنا موسى إلا ذا مكسا يعني كان راعي الغنم إلا كذلك. أتصدنا العلماء الأنبياء وخدم وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أسمي السقسن إناس ما من نبي إلا وقد رعى الغنم ولاش نبي ويقلي منها يوكلي كسن المال. إناس وأنت يا رسول الله إناس نعم كنت أرعاها لي يعني لقريش لبعض من قراريت يعني شوية إذا الميد تاكل. أسمي ساعة 15 15 سنة إلى دخل الدم إنك سمين يا ساعة 20 سنة دا سوين يولد تاجر التاجر تحور الشام تود السلعة ينزلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الدم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر الصديق إلا ينزلوا الكتسان يون نيان إلا كذلك ذبو الشام كي قانك يقيتوا لا ينزلوا من الدنيا كذا كل يونا شو يخدم الصحابة يوكل يخدم. وكثر بوشتاقي الصحافة على الحاجة سميرو حنسي بكل المدينة لأنه سانا الخدمة خطر نيل الخدمة نسن جلسة كنا قريش من عيثن وسانا يذري من كسناس كل شيء ميبضنا المدينة سحب المدينة مقال أنصار وإحنا الغرص ننس نود نفكي ذنين من مدح وجه أكون نعاون أو ننسنا لا يون من بينهم صحابة مقال إن يسن أين السوق عند إلى السوق هو كن الذوق الخدمة الدواء التجارة ألا من يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ناسة بعد ذني من زمرات وزوجة يا رسول الله إن يس اللهم بارك له في ماله إذا عسى الرسول صلى الله عليه وسلم هو كن ذي ذلك ربي إليس أكدي ثقيل سمغلي فالخدمة ذي العبادة سعى الأجر ربي سبحانه الأنبياء نخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يخدم وليون حديث ربما شوش نخدم سقسي قمز وارو أن النبي صلى الله عليه وسلم ناد لأن يأخذ أحدكم حبله ويأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها ويستغني بثمنها أفضل أو خيرا له أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إن دا ياخر لعبت هذا حدي زنز ومون قان كوني ثورا صغارا صغارا زيكو سعنا يعني الحج السومة خطر دوني ثو قليل صغارا ومدنير كلي ماشي ذي الحج يعني يول ماشي مثل كيكا فإني سنة دي روح الغابة عادي وي شوية صغار أثني زنز عادي وي شوية إن الفايدة من بعد الفايدة يجي أتي يصرف في الدريا ينس أي خير كم والحج يعني بيش قرار العبد الخدمة ولا ما يفكى هذه السفر على المدن إنك ما فكى نزا مزدفك نرى أخطر ذول والمؤمن عزيز يسعى العزة يسعى الكرامة يسعى أمه قاك جيثولا من قذمس ويحمل على ذي كيف السنس هو كان ذي عزيز أمه دينا نبصى ما لا يتفغطي لذا عزيزا إنك استغني عن ما في أيدي الناس إنك يحبك الناس أكي يعني يتسموه لي يعني باختصار شديد في قاك جيثولا نبود ثلاث آيات الأحاديث يكفكان يعني الزلم قرحا إيو خديمة وكجيو لولا ذي تمثلت نصليث الحجر هنا صحيح بعد ثم غرين شرعتي إيو خديمة لا صلو خديم ثورا المقد ثم غريت شرعت أريز الفن حقوق يخدم لك حقوق السس الحقوق نسن وكذين في قارك نع ذين يتواصر فلسنا في دين يعني يشوف غن الجهد إنسان تشكين يخدم الإسلام إلا إلي داني القرآن داني السنة مش بيعن في صلى الله عليه وسلم يتمسلين أفتمسلتك بارك الله فيك الحاج بلك ميد زوار لكني أمسلية في خدام ذي ماريكان اسمي سخدام تن سيدي زيس كلاف ذي خلان وسنتكنا روك إزالفان وسعنا روك إزالفان فقي إدكرن يعني ذي ثمورا كن مدن ولا ذي الوقت سنن ذي وشبيح لن إخلان وقنزرع يعني العبيد ولا ناس عن إزالفان الدين ذن 14 القرون إدي بوي مقارن إزالفان إخداما بتاتر طبقا تنشرا ان القرون وانو تنطبقنا ريس تويت ولكن النظري يعني لا تيوري ان الاسلام الفلسفه ان الاسلام افسمو لي ان يزرفني خدام الا اما ذي القران اما ذي الحديث ننفي اشبيح تم زوارو تقارني مسنون الحق مزوارو لا قد يخدم اخطا مين يخدم لا ام ذن الحاج اشو يضرون هذه ضرون الفساد ذي القاعه وسيدنا عمر بن الخطاب الله يقارد ان الله خلق يعني خلق افسن لكي ينك لي يعمل يوكنا تخدمن
إنك فإن وجد داعي فسناجي وفان إنك حلالا وفان الخير أخذ من ذي الحاجة للمصلحة أن ينتهي، إنك فإن لم تجد يعني طريق للحلال وجدت في الحرام أبوابا إنك طرقا إنك فس المخذي من هذه الحلال أخذ من ذي الشر الحاجة العبد يتخيل ماذا يخدم ماله إذا يغال يأكل هذه يقول هذه زنوزو إني حرم ربي أن وضروك جيان سيت سويت هذه تسمية هذه زنوزو أخطر ويوفى الخدمة إذا نزل فهم زورته شو ذا الحج ذا الخدمة إلى توفير العمل إلى قد يخدم أم ذانك زمرني بعض ساعات الزمر ذا الشاب إلى قد يخدم أخطر ما له يخدم ماله وزدنا هكارة ذي الحلال ذي الحج يعني توالنا المنفعة تمورث أرثوا شو لين هذه روح على إيفردن إك حرم ربي سبحانه إك تدي تروين لبيرسون اللي سوسيتي الدولة يعني وقيد ذا مزوالو في سنة الحج يموسنا ونقاند كل يوم شو سيفك ربي يعني كل يوم يعني لما خلق له ميسر كل ميسر لما خلق له إلا يوم يغرى إلا يوم تفطى عن حاجة يسعى الحرفة إلا يوم الحق مزوالو أن كل يوم قم كانس ومقارن العلماء أن الكفاءة الكمبيتنس أساس تميز إلا قيون ما سنفكم يعني أمكان الخدمة إلا قذي ليذ وين نذب كانس وأعطي زماز كاكينين كيني لبلي كومبيتون سريضي ومكان النظام وقذا زريف إلا قا أنظر نشتا ومقام الكفاءة والكفاءة يعني ذكرتي ربي ذي القرآن كاني أدن في كسين الأمثلة يبس ميد حكون يعني ميد حكا ربي سبحانه ضربي دي حكا ثقصت نسيدنا يوسف عليه السلام أسميد دي فور سي الحفص صفحتي يعني العزيز سي الحبس إنيس أشو تفغيضة قدفك يعني الخدمة إنيس اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم العلماء قارن يختار أن دمس على كومبيتانس الكفاءات يعني ومقار يعني نكوني شراء الأمور صفات يعني زمرت أثي خدم الخدمة ينس ثم لا وانشتني السلحو تذريم السلحو تذريم ومقار تذمسة هذه السلحو تذمسة سوى الاقتصاد تموت المصر في كيس أشو يقسني ناس إني حافظ وتكور غالة أخطرني لي ثلاثة مساء الحاج قذري من ميني ويتكور ما يلولش لا من ولا وزمياني ولا ذي الطوار دايما ذي ذري من تروحون قش دروة في قارن ناس إني حافظ وعليم صغير ثمو سني ذي الاقتصاد ذي ثلاثة مساء يجي أريد قم كناجي أطفى إذري من المصر وأذي والاقتصاد ناس أذيالي وحقيقة العلماء قارن سميت الشدة تذري مثل الشدة يعني الاقتصاد يعني يقوثن يعني ثلاثة مساء يكثي مورا بضل مثل فلسطين خطر ولاش أغفور ديفكار بيغفور وغان مدنة متثن رولون دور كلها مصر وسلاجل يعني السبان سيدنا يوسف عليه السلام يسوف غد سامورس المصر سي شدني يثطف وغان مدن يعني يعني عاشن ذي لمن ذي الخير السبا خطر من رامي يعني أرقز دو مكانيس كذلك يحكي ربي تقسيط سيدنا موسى عليه السلام اسمي يوثني ليس قاند شعيب هذا الرجل الصالح يروح يعني ذي زوج يعني يوثني سيس ثنيس يوث سيست إنيس أشتو السنة يعني ذي الآية قالت إحداهما يا أبتي ناس استأجره أذي خذ مغور نفس سيدنا موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين أخطرني لا يسعى سيدنا شعيب منقر ذلك سولاد نتا يسعى المال إنيس يلق القوة والجهد وسيدنا موسى يسعى القوة يحكي ضرب في الله يسعى القوة يسعى الجهد إنيس وكذلك أمين يعني وقوه تكرارا كذلك أذيفك عن الحق يثم الطوثيس ويتكرارين يسعى شعيب أخطي لدم غار وقيد الأمين يعني يخدم الغرس يخدم يسعى لكمبيتانس وقيد الحق وسن وس مزور ذي الحق الخدمة وس ند الكفاءة يعني أساس تميز وس ثلاثة الحج الأجر العادل وفي وقته أسف كل الحقيس ما يكفو الخدمة وذي لي عادل أفي غير عادل أولا نقدي يعني جست أعتز ما أسف كل الدو بشو قلاق أذي ولا يكون الحج أذي ولا الرشوة أذي راح تجعل أذي راح الأمور نظا وذو جنت ولي ذي السوسيتي مش الحاجة يفرن الحج يوم استكرار الحقس أذي ولا ذي يكون زحتل أنت النظام أذي حوس أنت النظام إذا الرسول سلمي قرض أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه في كمس يو خدام الحقيس ولا مدح وذي الوقتيس وقفلت كوثي ذينس وقذ الكناية الكناية المانيس يكفسة أسا لكن توالي ذي لاسوسيتي نا ذي ثمتي مرة مرة أتفضيون يكفر خدمة أسيني ودكشي من أزري من أسيني شهر دي الحون أسيني
ثم مين اللي يقتل؟ معليش ساقي الشيخ عبد الرحمن طقس يتوذرين هذه يستخدم يوان وبعد ايش كيف يكون قدام يتسوي حول هذا اكل بقى مثلا عصان جدي وصر من عصان مليح ورسو كيما يعني قبل هذيك كيوثي يعني ولاش جو كاروا با ذي الحقوق يخدم النزل الفناقي اكثر من الحادثه قال الحاج وزم واش خدام راس نجم هذا المشروع ولا ذي الحادثه تدي تسافر عباره بعد يعني فراز يجي في الحادثه مستحيل اعطي الند وقفل اتسكو ذيدي زعما سينيون ما يكفو اس زعما تبرص كلك زور حران دقائق ولكن عرقه مش كيكفون تسوى تسنتني ويز وقيد الحق وثلاثة الحج الحق وصرفة الحج دا يتبونتي دي دونيث مرة الحق أدي استعفو شوية أدي استعفو شوية وثورة أخذ من قوانين عالمية بار اكزومبل ديني أدي خدم السقوس أدي يوي شهر وقيسي بيان يتودي على حسب الجثاني العفز على حسب مورال على حسب أشحال يزمير أشحال يزمير يوكن أدي سيبورتي الراحة والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال سم كذلك يوم الذي سوى الراحة هذه وحد يخدم تظليتي نسمى ثانتا الحج خمسة دقائق هذه يفطر افطناش وانش تقيو كل إلا تبدي هذيك فوق مثلا في الرفعة نعرف الخمسة هذه خمسة ثمانية سوية عينز يعني لا مقارن الراحة ويوبس يوم لن نهضر كان الحج افرح يقينيك وقيل قاس نكس دي الزيارة نكس الحق يقين الراحة يعني كي خطر نيا تصي يقد استرح يعني يستارح نكوني دي الجزائر نكوني أدنيني لا ولكن يلقى الصحة دي وغالي كثير المثال ندير فلانا الراحة يلقى الذي أثيويون ميلي يعيا ودايور يون ومغارة الحاج زيك ما تسخصتك كي ما أمكتير يقارد عييغ الحمد لله بس إن أنا فين تقارد عييغ وزدانو الحمد لله يعني كي خطر وقي الدليل ذي البرهان بليك خدمه يحمد ربي خطر يخدم يميك خدم يعيا يروح هذه استرح والراحه يجي في الذي ديننا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني والصدف الذي الاحاديث الطاس مثلا الحديث وان لنفسك عليك حق واعطي لكل ذي حق حقه قال ربي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الحج عازي لي فيس وولاد الجثه صالح في كاس الحقيس اتستعفوا الى الحق نيضا الحج واش نكفو حق ضمان وقيس لاسيونس وضمان كي الحج يون ازمال سكي يعني ثان بيان زكي يهلي ازمال سكي ولا شتي وانا سكي سالعيف الضمان كي ازكى مقاروز ما هذه يخدم واش ما هذه يخدم شي زمال سي دار كي سوا سوا ادي نحكو كاني وسوش نخدم يعني سقسي وسين عند سيدنا عمر بن الخطاب يعدد كذا الوقت ولا يون ستين جويف يهودي ولكن يخدم ارسامو سين سلمت الى يخدم اسمي يون ذمغه اي سوثور يزعف سيدنا عمر اين هو كي شو كي قلت دي بوناردكي اين شو كي بوناردكي اين شي لا خدام اين سوا لي طوال سيدنا عمر تغليص حينو ولا صغار دريما اين والله ما انصفناه والله ما نفكاس الحقيس والله راه نتشافي في اين اسمي لا مشطح ونضيعي اسمي لا مقار إنيس لقد أخذنا حقه في شبابه وأخذنا منه الجزية إذ المنية تسكن بالمقابل حماية إنيس وما أنصفناه عند عجزه فأمر يأمر يعني يخدم نيس في كالوردر يوكي نيس خذ منه مقارن ثورة المعاش سأعرف إن روترات أفي أتخلص نكني إنيس وصغيم يضرى ماشي الحق فلنا أكن ضيع إلا ترى شلاقي وقي ماشي دين سلم أفين شلاقي الضمان إلا في ديننا pour assurer une gelkin وين يسال العيب وين يغان ويز ما يخدم وين يغال كذلك مقرض العمر يفو لاسيرو كذلك الحقوق باختصار شديد هكا عفوا الشيخ عبد الرحمن يسقسي غادي ويز ثلاثة ودي تدون تاد مصري مادام مصري بدا في زرفان في الحقوق يخدم ان نحكو ثورا فين تسونا تاس يخدم الواجبات اشنو يلزمنا خدام ما قالت يخدم يعني عندي شو دقار الاسلام ودي مسال تاقيم الواجبات بارك الله فيك الحاج ثم زوالوث الواجب وكم قرحان ذي المسؤوليه c'est une responsabilité يوم كاين اي في كاين خدميه خماجي ولا قرا ما الا سفله وقرويش ايوا كتخدمت اتخدمت ذي الوقتيس امشي لاق لا تخون لا تغش لا تفشي سرا الى غير ذلك تم زوروث الى قال لي ريسبونسابل ماشي انا مثل اللي راه في القرويس تلقى تم زوروث وربي هدر تصف الامانه ثغر ذي الامانه ما الا يفكيك ذي الخدمه يعني ذي البيرو فامين اتولى مرة الحاجيون اسفك لي دوسي اسني ذكر الدوسي تي والزضامي اتولى الزكا اتفض يصروحي يعني حرام اتفض مرة ذي شي كذلك الحق الخدمه ينسى دفاع في ثلاثه هذيك شي ما في العشره دفاع في العاف في ال11 يعني اذا منا كي ماشي الحلال 100% الوقت يدنيني
لا خذيني كل مضيق الا الوقت يقدح حد الشرع من لو ذاك يقدح حد القانون تحارش تاكي سقي ماشي تحارش الحاج تحارش خاطر انا تاويض اذني من اذن مني امشي اذننا الا خا كيف كذي من قلاقا ذي الوقت الا قدنيني الا قتل يعني استهلطن استهلطن يوكنس التاويض يوكن ذي اذني من الحلال الامر من الحاج يقدر الوجب في اللاس كذلك ورصاص المهضه في اللاس ذي الغش الغشاقي رصاص من اللي قد من غشنا فليس منا غشنا اثن سوال مره مره دي فنوي ون الحاج يعني المواد البناء ولا قرا مره هذه يقول قدري منيس مره كذلك ذي الوجب في اللاس يستخدم الامور للدوله الاغراض الشخصيه هذه يستخدم مثلا طوموبيل الدوله مثلا يديني من الدوله هذه تخدم كذا ايمانيس اغراضه الشخصيه وكي يسمي اسم رصاص الغلول غلول لانه هو من غل جاء بما غل يوم القيامه وكذلك ذي الوجب في الناس كذلك قال العلماء لقد زرق زكتم واش يخدم شي قازك وزري غرا ميم با ازكا هذه تساوي مقارن الاسباب افي غير خطا وزرا اكزاكتوم يفزا يخدم تشو زرا اكزاكتوم واش قال يخدم اشني يعاود واش تاقي ماشي هو قال لي خاطر تخدم الطكه وكي قال العلماء لابد يون هذه لي زرا الخدمان اش يخدم الا قاد لي مسؤول لي ريسبونسابل ولا قاد لي خائن ولا قاد لي غشاش ولا قاد يوي الحقوق ندينات نستخدم الامور النظام دو كذاكي الا قاد لي انك قاك كي سورا اما سورا سي موريا الفحن بظن واش تاقي ماشي مثلا قار يعني عسسف لك قاروني وين عسس كذا تتعسى بار مينوت بار الفو دي لي سوا شويه مقارن يعني الضمير الضمير يعني سبحان الله الايمان بالايمان الا قاد تسوي ذي اليمن يقلا الحلال كيف بارك ربي الشيخ عبد الرحمن فين غير تصح قضى الساقية بالك لان كان السؤال ذاك نيد انه غاروس انه فاتي دي تدون يعني هذا ينفع عن العامة الغشي خرصهم بين تمغلد شرعية روح الدين تشرعية شو تقار بكزار فاني خدما اشو تقار قوني يلزمي الواجبات اي خدم باش هادي يستاهل يوم اي تجارنا الدنيا ايدي تشم يا الشهر كي عفر بوتيك نعطيك الصحة وإن شاء الله نكون أنا من النوفان إدي جدون قوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.